السلام عليكم خالتي، واش راكم لاباس؟ نمر بيان عليكم. الله صافا الحمد لله. انا في الخرجه تاعنا من جمال راهو حتى الحدائق، حتى جامعه تاع الحدائق تما. فضوا الفيديو ان شاء الله يا رب. اللي ما شافش خالتي الفيديوهات اللي قبل، راني صورت قبل هذا، صورت جوله خفيفه في رمضان جمال، وقبله صورت الكم طريق سبع رايات حتى دخلت على رمضان جمال، وقبل صورت لكم داري محمدي كروما، جولة خفيفة في محمدي كروما. دخلوا وشوفوا خوتي، راني صورت في يوم واحد، إن شاء الله ربي يوصلني على خير حتى للدار إن شاء الله يا رب. هذا الفيديو ينال إعجابكم خوتي، شكرا ديما نقول لكم شكرا خوتي اللي قاعدين يدعموا فيا، شكرا بزاف بزاف، ربي يحفظكم ربي يعطيكم ما تمنوا. خوتي وديما نصيحة للجميع، سوقوا بالعقل، سوقوا بالعقل، سوقوا بالعقل. الله نطلع خوتي نتعيد، عندي شوية فاشفور، بصح الحمد لله حارة. طلع بركة هذيك خرجة تاع رمضان جمال، عاد تولي هبطة مليح. بارد الشهداء ربي يرحمهم. الله يسيب هذا وقتي باش فضيتش طلع خرجة تاع رمضان جامد، عيطني صح تاع البيرو شوية تقينا ما جبتش مليح ما تزربش، بصح الحمد لله الطريق كاملة محسوبة حتى الحدايق هي هبطة على الكيف، بصح ما تعبنيش بزاف الحمد لله يا رب. والجو الله مليح ديال البرود.
هنا خاوتي في الكرانية حدايق. بلدية الحدائق تشكركم على زيارتكم. نروح عشاء الجامعة ثم نفضل الفيديو إن شاء الله. نوصل الجامعة في انتهاء تاع الفيديو. ما شاء الله جو على الكيف، الله جو على الكيف. جامعة الحدائق جامعة 20 أوت. الان وصلنا الى نهايه الفيديو، ان شاء الله الفيديو تاع اليوم نال اعجابكم. لا تشوفوا خوتي الفيديو، خلي لي اعجاب وتعليق ولما لا بارطاج لاصدقائي. تصاوبوا شكون خوتي الفيديو هذا من خرج حتى رمضان جمال حتى الجامعه حتى الحدائق جامعة 20. اذا خوتي شكرا بزاف على الدعم تاعكم، حفظكم ربي يعطيكم الجمله. الجوله هذه بديت يا خوتي من البارير حتى الدرقه خرجه صوركم حتى هنا الفيديو، صوركم الفيديو الاول بالبارير داريمو، من بعد فيديو ثاني خرجه تاع داريمو حتى الدخله تاع رمضان جمال على طريق 7 رايات، من بعد صوركم فيديو ثالث جوله في رمضان جمال، الفيديو الرابع هذا من خرجه تاع رمضان جمال حتى جامعة 20 جامعة الحدائق حتى الخرجة تاع الحدائق. هكذا خوتي تفرجوهم هذاك لي فيديو ان شاء الله، ان شاء الله ينالوا يعجب او يوم على يوم كما قلت لكم حكم لي فيديو. هذا هو الفيديو الاخر تاع الجولة تاعي، راني حكمت في الجولة هذه كاملة ساعتين و 25 دقيقة الحمد لله يا رب. المهم خوتي نقول لكم تهلاو في روحكم وانتقانا في الفيديو الاخر. السلام عليكم.